عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو راح نعرف العنصر الأول في درس الأعداد المركبة، وهي كيفاه أو الفرق بين الأحداثيات الديكارتية والأحداثيات القطبية، وكيفاه راح نجاوب على هذا السؤال، يعني وين راح نستعمل هذه المعلومة، وش من سؤال راح نستعمل فيه هذه المعلومة، يعني باه نجاوب وتكون الإجابة تاعي صحيحة. راح يعطينا سؤال مثال تنفيذ النقاط في معلم متعامد ومتجانس. عندنا النقاط A B C، كل نقطة عطانا الأحداثيات تاعها. عندي نقطة A أحداثيها ناقص 2 على 3، كي نجي حنمدلها راح نمدلها عادي. عندي النقطة B أحداثيها 1 ناقص 2 راح نمدلها عادي، لكن هنا كي نجي للنقطة C، نقطة C أحداثيها 1 على 2 اللي هي 0.5، ثم الجذر 3 على 2 هو عدد غير منتهي. جذر 3 على 2 كي نجي نحسبها بالآلة الحاسبة راح تجيني فاصلة غير منتهية، ما نقدرش ندير تقريب، وندير تقريب راح نوقع في خطأ. إذا هنا وين نلجأ إلى الأحداثيات القطبية. قبل ما نبدأ عندي الأحداثيات القطبية، أو الأحداثيات الديكارتية. عندنا إحنا واش كنا نعرفوا في المعلم في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس؟ النقطة أ أحداثيها إكس إيكغريك، عندي أ مثلا أحداثيها إكس إيكغريك، هذه النقطة عند إكس هي راح نحطها على محور الفواصل، ثم إيكغريك راح نحطها على محور التراتيف. إذا كانت النقطة تاعي أنا الأحداثيات تاعها كيما هنا، يعني نقدر نرسمهم، ولا هنا مثلا هذه برك 1 على 2 0.5، نقدر ندير هنا نصف 0.5. لكن وين تكون عندي النقطة تاعي الأحداثية تاعها عندها فاصلة غير منتهية كيما هنا عدد أصم، ما نقدرش أنا هذه نروح نحطها طول في محور أو عفوا في المعلم. إذا مش راح ندير لها، راح نحولها من أحداثيات ديكارتية إلى أحداثيات قطبية. صح، الأحداثيات الديكارتية للنقطة أ فها إكس إيكغريك، الأحداثيات القطبية، مش راح يكون فيها، راح يكون فيها نصف قطر اف وزاوية تيتا، حنرمزلها بتيتا. إذا هذه الأحداثيات الديكارتية، هذه أحداثيات قطبية، يكفي إني نجد اف وتيتا، ثم راح نشوف كيفاه نمثل الدال. إذا راح نبدأ نحل في التمرين، وراح نشوف يعني طريقة إنشاء يعني طريقة البحث عن الأحداثيات القطبية. عندي هنا طلب مني في معلم متعامد ومتجانس. معلم المتعامد والمتجانس معناها هنا متعامد، عندي زاوية قائمة هنا. متجانس معناها عندي هنا إي الشعاع، إي عنده نفس الطويلة، يعني كي نزيد بواحد من حتى حنا حنزيد بواحد أو نفس الوحدة. النقطة جي عندي راح نمثل النقطة أ أحداثيها ناقص 2 3، النقطة أ عندي أحداثيها على محور الفواصل ناقص 2، ثم على محور التراتيب عندي 3، راح ندير إسقاط عمودي، ثم هذه هي النقطة، يعني التقريب هي النقطة أ، هذه النقطة أ. روح الآن إلى النقطة بي أحداثيها 1 ناقص 2، هاي النقطة بي راح ندير 1 على محور الفواصل، ثم راح نشوف ناقص 2 على محور التراتيب. بالإسقاط العمودي سنجد النقطة B هاي أحداثيها 1 ناقص 2. الآن نروح إلى النقطة C، قلنا النقطة C فيها مشكلة هنا في جذر 3 اللي هو عدد أصم. إذا في النقطة B وش راح ندير؟ راح نفرقت على الأحداث، النقطة C راح نشوف أحداثيات القطبية. عندي راح نبدأ بأخ، أخ تاعي وش يساوي لي؟ يساوي لي جذر 1 على 2 جذر إكس مربع زائد إيكغريك مربع، يعني جذر 1 على 2 كل مربع زائد جذر 3 على 2 كل مربع زائد جذر 3 على 2 الكل مربع، هذه كاملة داخل الجذر. إذا بما أن التربيع راح ينحي لي الجذر، راح تولي لي إف تساوي لي جذر 1 على 2 كل مربع، 1 مربع 1 على 2 مربع اللي هي 1 على 4 زائد قلنا جذر 2 كل مربع، جذر 2 مع التربيع راح تنحي لي الجذر، جذر 3 عفوا راح تنحي لي الجذر، إذا تبقى لي 3 على 4. عندي جذر 1 زائد 3 اللي هي 4 على 4 تساوي لي جذر 1 وتساوي لي 1، هذا فيما يخص الاخ تاعي. الان واش راح ندير؟ راح نجد تيتا، تيتا تاعي هادية راح نجد كوس تيتا وسينوس تيتا. كي نلقى الكوس والسينوس، من الكوس والسينوس تاعي انا راح نخرج تيتا تاعي كم تساوي. الكوس تاعي واش يساوي لي؟ يساوي لي اكس على إكس على إف، إكس تاعي هنا هو 1 على 2، 1 على 2 على 1 اللي هي 1 على 2. الإيكغريك تاعي سينوس هو الإيكغريك على إف، معناها الترتيبة على نصف القطر.
عندي ترتيبات يساوي لي جذر 3 على 2 وتساوي لي جذر 3 على 2 على 1 هي جذر 3 على 2. اذا ماشي هي الزاويه اللي عندها الكوس تاعها 1 على 2 جذر 3 على 2 ك سينوس هي الداله او عفوا هي الزاويه بي على 3 اي 60 درجه. عندي هنا الكوس تاعها 1 على 2 و السينوس تاعها جذر 3 على 2. اذا الزاويه تاعي تيتا توافق بي على 3 بترديد 2 بي او تساوي لي بي على 3 زائد 2 كافي. هذا فيما يخص الزاويه. اذا لقينا الزاويه ولقينا نصف القطر. الان نروح نشوف كيفاه راح نمثلها. عندي نصف القطر تاعي واحد، معناها حسب الوحده اللي راني نمشي بها هنا الواحد تاعي ها هو. راح نرسم دائره نصف قطرها واحد، معناها ها هي الحل المدور تاعي على نصف القطر واحد. نرسم الدائره تاعي، هذه هي الدائره تاعي بالتقريب، هاي الدائره تاعي. ثم راح نحمل المنقله كي نحكمها راح نشوف في نصف القطر تاعي هنا عفوا المنقلة راح نثبتها في مبدأ المعلم. ثم راح نحسب قداه قيس الزاوية بي على 3 اللي هي 60 درجة. هذه قيس الزاوية بي على 3، إذا نقطة تقاطع الدائرة مع هذاك الخط اللي رسمته تاع بي على 3 هي النقطة سي. هذه هي النقطة سي ومثلناها يعني تمثيل دقيق وتكون يكون صحيح التمثيل تاعي. راح نشوف النقطة دي نفس الطريقة راح نخدم كيفاه خدمت مع نقطة سي. فقط نجد اف ثم نجد اف ثم نجد الزاوية. عندي النقطة دي كذلك هنا عندي عدد أصابع، ما نقدرش نرسمها وتكون رسمتي صحيح 100% إلا إذا عملت التجاذب إلى الأحداثيات القطبية. عندي اف تاعي واش راح يساوي لي؟ اف يساوي لي جذر، عندي جذر 2 على 2 كل مربع زائد جذر 2 على 2 كل مربع راح تساوي لي اف تساوي لي جذر 2 هنا لكل مربع راح نحيد الجذر، تبقى لي 2 على 4 زائد 2 على 4 وتساوي هنا صدفة فقط جاك الاف تاعك يساوي لي 1. مثال اذا كان الاف تاعي يساوي لي 2 عادي راح نزيد هنا نصف القطر تاعي 2 نرسم ثم بنفس الطريقة. عندي هنا خرجت لي تساوي لي 1 الاف. عندي تيتا تاعي نقطتين كوس تيتا يساوي لي جذر 2 على 2 على 1 اللي هي جذر 2 على 2 و سينوس تيتا يساوي لي جذر 2 على 2 وانا الزاويه اللي الكوس تاعها يساوي سينوس هي بي على 4 هي الزاويه بي على 4. هذه الزاويه عندها جذر 2 على 2 بالتقريب فقط الرسم جذر 2 على 2. هذه هي الزاويه اللي عندها نصف القطر عفوا اللي عندها الكوس والسينوس متساويين هي بي على 4. اذا تيتا توافق بي على 4 بترديد 2 بي او بي على 4 زائد 2 كبي. هذا فيما يخص النقطة دي. راح نجي هنا نصف القطر، اذا انا راح نستعمل نفس الدائرة لانه نصف القطر تاعي كان يساوي لي 1 كيما نصف القطر تاع الدائرة الاولى. ثم راح نرسم بالمنقلة، راح نحط هنا المبدا يعني الصفر والمحطوط في المنقلة ثم راح نبدا نطلع. عندي هنا حط النصف بي على 4 اللي هي 45 درجة. هنا هذه هي النقطة دي، هنا يكون رسمنا اني قطعنا بدقة يعني بلا ما رحنا عملنا بالتقريب ويكون الرسم تاعك صح. هذا فيما يخص استعمال احداثيات القطبية في يعني تمثيل النقاط. نتمنى انه الشرح يكون يعني كان وافي بالتوفيق للجميع.